الاجتماع الثالث ديال اللجنه الوزاريه المكلفه بالبرنامج الاستعجالي لاعاده تاهيل وتقديم الدعم لاعاده بناء المنازل المدمره على مستوى المناطق المتضرره من الزلزال ديال الحوز. وهذا ثالث اجتماع كتجمع فيه هذه اللجنه في ظرف ديال الاسبوع. الاجتماع اليوم كان مناسبه باش نوقفوا اولا على الاليات الكفيله بالتنزيل المثالي لهذا البرنامج الاجتماعي تماشيا مع التوجيهات ديال سيدنا الله ينصرو وتنفيذا للتدابير اللي اعلنها سيدنا الله ينصرو يوم الخميس الماضي. اللجان التقنيه هي الان كتشتغل في الميدان لتحديد المنازل اللي انهارت كليا او بشكل جزئي. داخل هذه اللجنه كذلك بالوزاريه كاين اشتغال وتفكير متواصل للحكومه حول الاليات اللي بامكانها تجعل عمليه اعاده الاعمار كتمر في ظروف نموذجيه. كما انه يعني في فيما يخص التوجيهات ديال سيدنا الله ينصرو باعاده يعني الهيكله ديال هذه المناطق واعطيها افاق جديده في التنميه، فكذلك كان عندنا نقاش وحوار حول اشنو هما الاستثمارات المهمه اللي يمكن يعني نخمو فيها في المستقبل ان شاء الله. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.